بعد خسارتنا في المنتخب الأولمبي من الأرجنتين، إيه رأيك في أداء المنتخب؟ والله أداؤه يعني في أول ماتش كان كويس، تاني ماتش مش عارف خايفين ليه عن الماتش اللي قبليه. أرجنتين فرقة طبعاً مش ضعيفة، بس كنا ممكن إن إحنا على أقل تقدير نتعادل، وكان ممكن لو شدوا حيلهم شوية يكسبوا. بصراحة ضايقوني أوي النهاردة، لأن هما كان أنت كده كده بتلعب، فشد حيلك وحاول تدخل. هما برضو بيدافعوا بقدر الإمكان يمسكوا وسط الملعب، إنما الهجوم كان مش على قد المستوى يعني منتخب مصر للأولمبيات. فربنا يسهل يعني الماتش الجاي طبعا استراليا نووي يعني ان احنا نكسب، فغير بقى بمعجزه طبعا، فلعله خير يعني ان شاء الله. لا تمام، هم ان شاء الله يجي منهم، بس هم يركزوا الفتره اللي جايه دي يعني، وربنا يسهل يعني، اكيد يعني اللي جاي احسن ان شاء الله، متفائل يعني. يعني صراحة أنا ما اتفرجتش على المنتخب في الماتش ده، بس هو الماتش ده ما يدلنيش اللي هي خسارة، يعني الأرجنتين مش سهلة برضه، بفريق دولة وفريق وأوروبا يعتبر. قلنا أنا ما عاودش أكسر في مقاديف لعيبة لسه برضه ناشئين يعتبر، ما عاودش أكسر في مقاديفهم، وأقول لهم اللي جاي أحسن، يعني أنتوا وصلتوا لنقطة حلوة، كملوا وربنا معاكم. لو ما قاعد أكسر في مقاديف لعيبة وأخليهم يخسروا عشان ماتش، وقاعد أقول دولة وحش ودولة حلو، لا احنا نقول ربنا معاكم، وانتوا اجتهدوا عن كده وحاولوا اللي انتوا تشدوا من اظهر بعض عن كده، هتلاقوا نفسكم معاكم المكسب. لما ما اقعدش اكسر في مقاديف لعيبه عشان حرام، التكسره هي اللي بتبوظ اللاعب وهي اللي بتخلي المنتخب يسقط. لو ما انا اعلم، لو حتى بالخساره اعلم في راحيتهم، الاقي المنتخب معايش جيد والاقي اللعيبه تدي احسن. هو الاداء كان فيه احسن من كده يعني، احنا لعبنا الشوط الاول بطريقه نسبيا متوازنه دفاعيا هجوميا، ضيعنا كور ان كان عندنا حبه امل ان احنا نخلص الشوط الاولاني ونقفل، لكن الشوط الثاني كان مخيب للاداء جدا ومخيب للامال بطريقه قويه، وبالاخص لما دخل فينا الهدف التقدم للمنتخب الارجنتيني ما حسيتش بالدافع وبالروح اللي احنا عايزين نعوض. للاسف تقريبا اللعيبه واخده تعليمات نلعب دفاع منطقه ونلعب على الهجمه المرتده، يعني ما كانش فيه روح يعني. بس مع ان الشوط الاول كان مبشر، مش عارف ايه اللي حصل الشوط الثاني، ايه اللي حصل اللعيبه في علامه استفهام على سر الشوط الثاني. الاداء البدني وقع للعيبه والذهني كمان، اللعيبه ما كانتش مركزه خالص، وبالذات بعد الجون المفروض يعني يبدا بقى يعوض، يبدا يخش في جون الماتش، في امل لسه ان ما جابوا جون في دقيقه 5، لسه نص ساعه في الشوط الثاني. لكن للاسف لا، الاداء المنتخب يعني ما كانش على قد الامال اللي احنا كنا حاطين عليه. هو يعني كانوا مؤديين لكن مش حلوين يعني، انا مش شايف خطه من شوية غريب بصراحة، واخد لعيبة كلها عارفة بعضيها بس في الملعب مش شايفين بعض. هي كويسة واللعيبة بيحاولوا الصراحة يقدوا يعني أكتر ما عندهم، فربنا ييسر يعني الماتش الجاي بس، ويا ريت يهاجموا يعني ما يخافوش زي ماتش الأرجنتين اللي اتلعب النهاردة، لا يا ريت يهاجموا بس، والتوفيق بعد بتاع ربنا إن شاء الله في الآخر. هو بيلعب باتنين مهاجمين، المفروض يلعب بواحد ويرجع بره الدفاع شويه، مفيش نص ملعب، عمار صغير بردك، عمار مش عارف يعمل حاجه، وبيلعب اتنين مهاجمين، انا قلت يلعب مهاجم واحد لقيته بيلعب اتنين. هو الخطه دي احنا اعتمدنا عليها مع كوبر وجابت نتائج كويسه معانا في التصفيات، بس دي بتبقى كويسه على المستوى المحلي بحيث ان سرعتنا في المباريات الافريقيه اقوى وخبرتنا اكبر فبتنفع، انما مع المنتخبات العالميه لا لسه الدنيا صعبه، ولا احنا ما يعني ان نعمل حاجه يعني. ومن ناحيه ثانيه اللي احنا لما حاولنا نهاجم كنا شكلنا حلو، ف ليه ما كملناش على التوازن دوت مش عارف، بس هو يعني طبعا شوق غريب دي القماشة اللي معاه يعني. يعني انت لو هتلعب يعني تهاجم، مين 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 المهاجم الموجود في المنتخب دلوقتي؟ مين حتى الثلاثه اللي اختارهم فوق السن اختار دفاعية، الونش وحجازي وحراسة المرمى، مصطفى محمد لما ما لعبش طب انت عوضت بمين؟ طب انت رمضان صبحي لوحده قدام، طب انت رمضان صبحي مين هيساعد؟ الراجل بياخد الكورة وبيجري وبيعمل وبيجري على الكورة وبيحاول يعمل سبرنتات ويعمل ويباص ومحطة وكل حاجة في الكورة بيعملها، بس مين هيساعد؟ هو رمضان مش هيلعب في النص الهجومي كله لوحده يعني. بس هو سوء اختيار من شوقي غريب، اللي هو ما دعمش المنتخب في رأس حربة قوي نقدر نعتمد عليه.